الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، احنا طبعا على مستوى الشخصي وعلى مستوى تنظيمي بنتعاطف مع عمالنا في الترسانة البحرية، بنتعاطف معاهم مش فقط على مستواهم الإنساني، بنتعاطف معاهم على مستوى حقوقهم، على مستواهم السياسي، على مستوى الظلم الفادح بوقوعهم تحت وطأة أحكام عسكرية. دول عمال مدنيين لهم الحقوق في المحافظة على أعمالهم، لهم الحقوق في المطالبة بزيادتها وبأرباحهم وبحمايتهم من بطش القطاع الخاص، ما بالك ببطش بين قوسين مؤسساتنا العسكرية. حقيقة إنه ما وقعوا عليه هو ظلم، هو استمرار لعسكرة الدولة، هو استمرار لسيطرة المؤسسة العسكرية على كل نواحي الحياة، واستخدام أداة المحاكمات العسكرية لقمع المجتمع. تحية لهم، مؤازرة لنشاطهم وقدرتهم على استمرار معركتهم لنيل حقوقهم. شكرا جزيلا.